فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها. فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. نعم، الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء تركوه بالكلية، وإن كانت نفوسهم قد تعلقت به وألفوه وعاشوا عليه فترة من الزمن، فإنهم لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يتركونه تركا نهائيا لقوة إيمانهم، وليس ذلك إلا للإيمان. هو الذي ينقل النفوس من محبوباتها ومألوفاتها المحرمة إلى المألوفات والمحبوبات الطيبة. أما في غير الإيمان فلو تجمع الملوك، ملوك الدنيا بسطوتهم وسلطانهم وقوتهم على أن ينقلوا الناس مما اعتادوه وألفوه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ما يكون هذا إلا بالإيمان، وهذا هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم ينتقلون بسهولة وبدون التفات إلى أعياد الإسلام وترك أعياد الجاهلية التي ألفوها وعاشوا عليها وعاش عليها آباؤهم وأجدادهم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا. نعم، ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا، يعني نهى عنه نهيا جازما، فإنه يكون محرما. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء تركه الصحابة نهائيا، ولو كانوا يألفونه ويحبونه في الأول ويأنسون به، لكن إيمانهم وامتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلهم بقوة عن ذلك. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه ميزة الإيمان، وهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لامتثال أوامر الله وأوامر رسوله، فيجب الاقتداء بهم في هذا.